بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. طبق الفول الأساسي على المائدة المصرية، ابتدينا المساحة تتراجع على مستوى الجمهورية، ابتدينا تزيد الكميات اللي احنا بنستوردها من الخارج بمبالغ ضخمة. الدولة اهتمت بهذا الملف، وفي الحقيقة علشان نبقى منصفين، محدودية الموارد دايما بتبقى شيء صعب أمام التوسع في بعض المحاصيل، وكمان لما بيكون في تنافس ما بين هذه المحاصيل الاستراتيجية. بنتكلم على مساحة الأرض الزراعية، وبنتكلم على نوعية المياه وجودتها، وللأسف الدولة المصرية من سنين طويلة تأخرت في استخدام الموارد المائية بكامل طاقتها. يعني احنا دلوقتي بنشوف إعادة استخدام المياه وتوسع في محطات معالجة المياه، استصلاح أراضي جديدة والتوسع في زراعتها، الدخول إلى محافظات زي محافظة الوادي الجديد والتوسع في الأراضي الزراعية، فكل ده جهود يعني حساسة للنمو الزراعي. ايضا علمائنا بيشتغلوا على هذا الملف، ومعهد المحاصيل الحقليه داخل مركز البحوث الزراعيه اهتم بمحصول الفول، وابتدينا نشوف اصناف جديده انتاجيتها مرتفعه، اصناف مقاومه للهلوك، معاملات زراعيه جديده وتوصيات فنيه عشان نزود من الانتاج. موسم الزراعه ابتدى، احنا دلوقتي خلاص شغالين في الموسم، عايزين نتابع المعاملات في هذا التوقيت. وبيشرفني وجود العالم الجليل الدكتور عزام عبد الرازق، استاذ المحاصيل البقوليه بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. مشرف يا دكتور عزام. الله يخليك يا سامح، ومشرف بيك وبالاخوه المشاهدين والاخوه المزارعين، ويا ريت نكون عند حسن الظن ان شاء الله، ونقدر نوصل لهم المعلومات ان شاء الله. واحنا برضو من خلال هذه الفقره هنتلقى من حضراتكم اي استفسارات تخص محصول الفول. طبق الفول هل هيرجع مره اخرى مصري 100%؟ ان شاء الله. ازاي؟ لازم يبقى مطلوب مننا، لازم يبقى لنا امل ان احنا لازم نرجع بيه. احنا الاول كنا بنزرع يعني فوق ال 300,000 فدان لغايه 2000، يعني احنا سنه 2000 كنا واصلين 302 فدان، ودي كان بيعمل اكتفاء ذاتي. لكن احنا عشان تقلص والمنافسه المحاصيل الاستراتيجيه مع الفول، ان احنا مساحتنا محدوده. يعني مساحتنا حوالي 8 مليون فدان او 8.5 مليون فدان، احنا بنتوسع في الاراضي الجديده، لكن مع الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه، ودي اللي انا بقوله لازم نحد من الزحف العمراني، ولازم يبقى الناس تعي كويس جدا الاخ المزارع ان هو معلش مش هو بس يقول لك ارضي، لا هو غيرك بياكل منها طبعا، لازم نحافظ عليها. الموسم الماضي كان من زرع قد ايه فول؟ الموسم الماضي كان حوالي يعني نقول 110,000 فدان، يعني كانت مساحه طبعا متقلصه شويه، لكن ان شاء الله 110 يعني تقريبا، يعني ان احنا كان 120,000 فدان، بس احنا بنقول في استهلاك اخضر، ان المزارع بيدور على القرش ممكن يستغل، يعني الناس بتبيعه اخضر ليه؟ لا في اربحيه له، عكس ما هو من حقه يكسب، هو عايز يكسب. يعني النهارده لما ببيع فدان ب 30,000 جنيه في شهر شهر 2، ما انا بخلي الارض بدري بقدر استغل محصول تاني عليه. لو انا بزرع مثلا باخد فول وبشيله اخضر، عشان كده المزارع بيدور على الربح، ما بيدورش ان هو يتني لاخر الموسم. ممكن تبقى المساحه 140 فدان، بس ممكن 40 فدان يتباعوا اخضر. احنا المشكله كلها كام، قد ايه اللي بيوصل لنهايه الموسم، قد ايه اللي انا اقدر اخد منه عشان طبق الفول. عشان كده لازما يبقى في اولا في كذا عامل بيأثر على موضوع زراعه الفول. اولا المنافسه الاستراتيجيه، وده مهمه جدا، ان رغيف القمح او رغيف العيش مش هنقدر نستغنى عنه، ودي اللي هو العمود الفقري، وعشان كده لا مش هنقدر. لكن القمح لما بقى له سعر ضمان مساحته زادت قوي، ودي اللي بنطالب. الفول لازم يبقى فيه سعر ضمان للمزارع مربح يقدر يعود زراعه. لكن برضك المحاصيل العلف الشتويه، ما هو انا ما اقدرش برضك استغنى عن الانتاج الحيواني. ما هو بالنسبه للاراضي الجديده، ما انا الاراضي الجديده، ما هو دي اللي انا بقوله التحميل. ليه؟ ما انا بزرع قد ايه في بنجر في العروه اللي هي بتاع شهر 9، انا بزرع فوق ال 200,000 فدان. انا لو بزرع بحمل على البنجر ريشه كل ثلاث خطوط، انا ما قصرتش على البنجر اولا، لكن هاخد ثلاثه اردب كل فدان، ممكن اربعه اردب. يعني معنى كده باخد 30% من الزراعه المفرد. يعني لو ثلاثه اردب انا ما قصرتش على البنجر، انت جيت البنجر زي ما هي، باخد لو انا بنقول اردب ب 2500 3000، انا باخد 9000 جنيه في ايديا. دول ان انا ما يعني احنا عايزين نشجع المزارع على كده، هو وقتها فات، بس دي معلومه مهمه جدا واحنا اتكلمنا فيها في وقتها برضو من فتره.
في حد طبقها؟ يعني انت بتشوف حد بيحمل على المنبر؟ مع الحمله مع الحقول الارشاديه مع الحمله القوميه برضك الفول، وكنا بنعمل على التوسع وازاي بنعمل حقول ارشاديه للمزارعين يشوفوا التحميل على البنجر، تحميل على الطماطم، التحميل على قصب الغرز، تحميل على الفاكهه اللي لسه مزروعه، وده بتديني فوق 90% من المحصول، سواء قصب الغرز برضو الخريفي ان انا اقدر ازرع عليه، ان انا برضك باخد محصول كامل بين الاشجار الكبيره. ليه ما اخدش المساحه الفاضيه اللي بين بين الاشجار وبعضها؟ لو انا بزرع خط واحد هاخد مش اقل من 3 4 5 ردب، يعني برضك انا عندي محاصيل بستانيه فوق الواحد مليون فوق المليون فدان او مليون ونص فدان، ليه ما استغلش فيها؟ ما انا مش لازم انافس القمح، مش لازم انافس، لازم اشوف الطرق الثانيه، المحاصيل اللي هي مش قادر اتغلب على الزراعه فيها لازم اهرب منها شويه بزراعات او بالطرق او بالطرز اللي هو قسم محصيل تكثيف المحصولي ليه باع كبير جدا وليه مزج كبيره جدا، وفي تعاون داخل المعهد المحاصيل بين الاقسام المختلفه. يعني احنا اي حمله ارشاديه كان تبع الحمله لازما بتاع تكثيف المحصول معايا عشان يوعي المزارع اللي عندي ليه انا بزرع على تحت الاشجار الفاكهه باخد قد ايه، بتستفاد قد ايه، وارضك ثابته. يعني انا عندي مثلا فدانين اربع فدانين زارعهم موالح، ما انا ممكن اخد خمس ردب اربع ردب، ما هو ده محصول دخل اضافي بيقلل لي التكلفه في السنه. البنجر، قصب الغريز، الطماطم، العروه الشتويه، ده انا بالعكس ده هي بتفرق كبير جدا ان انا بحافظ عليها من الصقيع، بدل الطماطم هتتاثر بالصقيع ويحصل لها الصقيع يعمل لي خسائر كبير جدا، انا بزرع على الريشه الثانيه في نص المصطبه بزرع الفول كده بيحميها لي من البرد. الصقيع اللي بينزل لا مش هياثر على الطماطم، يبقى انا استفدت اضافه. تاني حاجه حافظت على المحصول الاساسي. يبقى عشان كده المزارع لازما يشوف طرق الزراعه بتاعتنا، وان شاء الله عشان كده احنا بنتوسع في الاراضي الجديده، لازم نتوسع في زراعه الفول. واحنا بنقول الفول من المحاصيل المخصبه للتربه الغير مجهده، وعشان كده لازم يخش في الدوره الزراعيه. يعني الدوره الزراعيه يعني ايه؟ يعني احنا بنقول المزارع لا لازم مش تزرع محصول واحد سنه الثانيه الثالث سنين اربع سنين ورا بعض. اولا الدوره الزراعيه لها فايده كتير جدا، ان في بعض الحشرات بتبقى متركزه على محصول معين، لما بزرعه سنه ورا الثانيه ورا الثالثه بزود من اعدادها، علشان كده ممكن محصول يجي له بتاع. لكن لما انا بتعاقب محاصيل مختلفه، يعني ازرع سنه قمح يبقى وراها السنه اللي بعدها فول. ليه؟ ان انا بريح الارض. اولا المحصول الفول زي ما احنا بنقول بيسيب لنا مش اقل من 25% كيلو ازوت الفدان او 30%، يعني انا لو انا بحسب 30% ازوت بسيبهم للمحصول اللاحق من العقد البكتيريه، ان انا كده بسيب 100 كيلو. شوف شكاره السماد بكام دلوقتي؟ يعني انا بسيب للسماد للمحصول اللي بعد مني اقل حاجه 100 كيلو سماد. يعني احنا لو بنقول شكاره ب 300 جنيه ب 400 جنيه في السوق السوداء، لا ما انا بسيب محصول. وعشان كده لازم ان الفول مهم جدا في الدوره الزراعيه. مش لازم ان انا ازرع قمح، يبقى انا بزرع قمح سنه الثانيه الثالثه الرابعه الارض بتاعتي بتبدا خصوبتها بتقل جدا، بتبدا تاثر على جوده الارض، يبقى لازم افصل كل سنه ورا الثانيه، يبقى لازم اعمل محصول بقولي. على اساس المحصول البقولي بيبدا يعمل اعاده خصوبه للتربه كل سنه وسنه ولا سنتين وسنه؟ يعني دوره ممكن دوره ثلاثيه، ممكن يعني على اساس بزرع فول سنه، باجي بعد منها ممكن ازرع قطن، ممكن ازرع قمح بعد القطن، على اساس ان انا بعمل دوره ثلاثيه. عشان كده بنقوله دوره مهمه جدا للمزارع. المزارع مش لازم حد من الجماعات الزراعيه او من ده لازم يقول له بتزرع ايه. الاول كان كل اللي عشان كان زي القطن او ده كان بنقوله لا الحوض ده هيتزرع كذا، كان بيجبر الفلاح. لكن بعد ما بقت زراعه حره كل مزارع، لكن المزارع لازم هو اللي يخاف على ارضه، لازم يخاف على المحصول بتاعه، عشان كده هو اللي يطبق بنفسه الدوره الزراعيه. صح، محصولش ما اعملش المحصول يقول لك لا اصل ما فيش مهندس زراعه بيجي لي، ما فيش جماعه زراعيه، لا ما انت عادي. الحمد لله دلوقتي النت متوسع جدا، قناه مصر الزراعيه معلومه جدا، لازم هيلاقي المعلومات ديت موجوده. عشان كده لازم بنقول الفول لازم نخش في الدوره الزراعيه، ولازما لو انا دخلت في الزراعه الزراعيه للارض يبقى انا كده هقدر ارجع بالمساحه بتاعت اللي انا عاوزها. لو انا جيت اتكلم على المشاريع الجديده والوادي الجديد والاراضي الجديده، توسعنا في الزراعه فيها، لان انت حضرتك بتقول ان ده مخصب للتربه ويرفع من خصوبتها، عايزين نستفيد من هذه الميزه. ما هو دي اللي انا بقوله، ان انت اولا جذر الفول لما بيسيبه في الارض بيعمل ماده دوليه بيغير من تركيب التربه ذات نفسه، زائد ان هو بيسيب له عقد بكتيريه، يعني بيسيب له ازوت في الارض. يعني انا اي محصول هاجي ازرعه بعد منه
هلاقيه كويس جدا. بدل ما احط 6 شكار اسمنت سمات هحط شكارتين، هحط 3. تاني حاجه احنا زرعنا في الوادي الجديد لنا المحاصيل بالذات الفول، بسم الله ما شاء الله هناك محصوله عالي جدا. لنا صنف لسه مطلعينه ويوجد في زراعته في الاراضي الجديده بالذات منطقه الوادي الجديد اللي هو وادي واحد، وده بينضج على 120 يوم يعني بعد 4 شهور. يعني انا في الدلتا بوصل من 160 ل 180 يوم نضج الفول، لكن انا في الوادي الجديد بوفر اكتر من شهرين. يعني انا في بدايه شهر 3 ابدا احصد فول عشان كده، وبيديني اكتر من فوق ال 12 دب 14 دب للفدان. احنا كنا لينا تجربه في شرق العوينات، وده في بدايه ما بدانا المشروع في شرق العوينات سنه 2004، وكنت انا مشرف هناك على البرنامج هناك، وكنا بنزرع هناك. لا وصلنا ل 20 دب للفول، الفول هناك جاب لنا تراوح كل اصنافنا من 16 دب ل 22 دب. وحضرتك بتقول بنزرع 110 الف فدان، دول بيوفروا لنا قد ايه من احتياجاتنا؟ يعني احنا هنقول 35-30%. وبنستورد ان احنا المفروض بنزرع مش اقل من 350 الف فدان عشان اعمل استقرار البتاع. تالت حاجه اللي بيبرضك اللي بيحجب او بيخلي المزارع المصري يعزف على زراعه الفول، مشكلتنا احنا تغريق الفول بالفول المستورد بيبدا من شهر 3 وقت حصاد المحصول بتاعي. يعني انا السياسه دي خلاص يا دكتور، يعني يعني الدوله بتسعى جاهده ان هي تقضي على سياسه الاحتكار، وان انا انافس المنتج المصري، وفي نفس الوقت الظروف السياسيه العالميه فرضت واقع جديد ان انت الاستيراد بتاعك ما بقاش سهل زي زمان، فانت المفروض ان انت هتزرع علشان توفر لنفسك الامن الغذائي. السنه دي ما فيش حبايه واحده من تقاوي الفول سواء عندنا او عند اداره مركزيه للتقاوي فضل. الناس زرعت. زرعت، وعشان كده متوقع، ودي اللي احنا هنقوله ونركز عليه دلوقتي، ان اكيد مزارعين كتير جدا كانت عايزه تزرع فول، وهتلاقي خدت من تقاوي فول من بره من السوق. يعني ممكن المساحه تزيد السنه دي؟ لا ان شاء الله احنا نتوقع توصل 200 الف فدان ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا هنعدي، وهنبقى برضه محتاجين وهنبقى كميات ثانيه. بس انا السنه دي لو قدرت اسوق الفول صح للمزارع، لا السنه الجايه ممكن نوصل ل 300 الف فدان ل 250 الف فدان ان شاء الله. لان احنا طيب ان شاء الله. هنتوقف ثواني مع استاذه منال من كفر الشيخ، اتفضلي. استاذه منال معايا؟ معانا حد يا سامح؟ منال، استاذه منال. طيب في بعض الأسئلة الكتير اللي مرتبطة بالمشاكل اللي بتقابل الفول، طبعا على رأسها الهلوك وملوش حل. هو كمان الحشاش عموما، يعني هو دلوقتي هتلاقيه خلاص، يعني بدأ في ناس زرع بقى لها اسبوعين، في ناس بقى لها زرع 3 أسابيع، في ناس زرع بقى لها اسبوع بالذات الاراضي الموبوءة بالهلوك. نحن ننصح بزراعة الفول متأخر شوية فيها. اولا لو هو مرشش مبيد اسطمب او مبيد الحشاش قبل وقت الزراعة، لازم دلوقتي وعنده حشاش ضيقة هنقوله هيستخدم مبيدات اللي هي الحشيشة الضيقة، اللي هي سواء سوبر سيلكت أو فوزيليت، أي محصول للحشيشة الضيقة على أساس إن هو يوفر عزقة. يعني إحنا بنحاول يعني، وديت على أساس إن مع ارتفاع الأجر اليومي لأجرة العامل الزراعي بتخليه دلوقتي المزارع ممكن يسيب الحشايش. يقول لك أنا بدل ما أجيب 5-6 رجالة اليومية دلوقتي 250 جنيه أبص ألاقي نفسي في عزقتين، لا أنا بقول له خد نص لتر فيزليت او نص لتر سوبر سيلكت وهترش دلوقتي، هيوفر لك كبير كتير جدا. ده الميعاد المناسب للرش؟ اه بعد يا دوبك تبقى الحشيش على 3 ورقات. على 3 ورقات ارش؟ اه ابدا ارش. طيب استاذ خالد من البحيره اتفضل. يا استاذ خالد. لو سمحت انا عايز اكلم الدكتور. اتفضل اتفضل حضرتك على الهواء. انا زرع الفول دلوقتي من 1/10. تمام. ماشي. والفول بيجيله هلوك. تمام. لسه الدكتور قايله هنقوله تاني. حاضر. اسال على حاجه تانية؟ اسال على عايز اسال دلوقتي عمليه التسميد. احنا ارض جديد. هنتكلم عن التسميد بالتفصيل. انا بسال الدكتور عايز استفسر منه على حاجه. لا تمام. طيب. انت عملت تلقيح بكتيري؟ عملت تلقيح بكتيري؟ عملت تلقيح بكتيري الدكتور بيقول لك؟ عملت تلقيح بكتيري. تمام. استمعنا دقيقه واحده. الحاج عبد الحكم من كفر الدوار اتفضل. استاذ عبد الحكم. ايوه السلام عليكم. ممكن السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سعاده الباشا السلام عليكم. وطي التلفزيون يا حاج لو سمحت، وطي التلفزيون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. سعاده الباشا الله يكرمك. انا زارع فول طبعا فدانين فول. ايوه. تمام.
الفول عندنا فولي. فول ايه؟ يعمل هلو. هو يعمل هلو. بيعمل هلو. فانا عايز نصيحه يعني ان احنا حاضر. هي الارض بقى. الارض بتاعتك اساسا معروف ان فيها هلوك؟ لا ما لا هي ما هي بيطلع بيها فيها في نص الموسم كده. ايوه يعني المواسم اللي فاتت لما بتزرع بيبان عندك الهلوك. بيبان بس في اراضي ثانيه، بس احنا زارعين في اراضي ثانيه بقى النوبه، وعايزين ايه الموضوع يعني ايه ما يطلعش عندنا الهلوك. هو يعني لسه ما ظهرش في الارض؟ لا لسه ما ظهرش في الارض الهلوك. طيب بشكرك. الهلوك انا سالت حضرتك مهمه جدا. الهلوك احنا بنقول الهلوك ممكن لو صنف مش معتمد، وعشان كده سياسه الصنفيه مهمه جدا. مزارع، وانا بقول لاخر المزارع قبل ما تشتري التقاوي لازم تشتريها من مكان موثوق منه، مكان سواء الاداره المركزيه لانتاج التقاوي او اداره التجارب عموما او المحطات البحثيه في فول، على اساس انها لازم سياسه صنفيه. وبنقول صنف جيزه 843 من الاصناف المقاومه للهلوك بالنسبه، ودي موجود على معظم الاراضي المصريه، او في لو في مصر هنقولها ياخد مصر واحد، وديت من الاصناف اللي هي تتحمل اصابه بالهلوك. يعني على الاقل لو في اصابه بالهلوك هياخد مش اقل من 70 80% من المحصول. لكن الاصناف الثانيه زي سخا واحد، سخا اربعه، جيزه 716، دي بنقول اصناف حساسه للهلوك، وديت يا دوبك بنزرعها في الاراضي الخاليه من الهلوك. طيب ان هي بتتحمل. بس هو بيسال سؤال هنا مهم الحاج عبد الحاج جدا، يقول لك انا ما ظهرش عندي. لا ده غير كده، هو ما ظهرش عنده هلوك بس هو خايف لا يظهر في الارض. خايف يظهر عنده. في حاجه اسمها رش وقائي ولا تبقى فلوس اترمت في الارض؟ انا حتى في الاصناف المقاومه بنقول لازم محل اقل خالص فيه رش وقائي لو صنف مقاومه، وعشان كده ميعاد الرش مهم جدا. احنا بنقول يا دوبك في بدايه التزهير، يعني بعد من 40 ل 50 يوم بالظبط، في وقت التصاق الشماريخ الهلوك بالبذره زي الفول او بجذر الفول، عشان كده ده مهم جدا. وانا برش الهلوك برشه ب اي جلفوسيدات سواء صن اب راوند اب لانسر من المبيدات ديت، ودي كان شغل كبير جدا لمعمل مركز البحوث الحشائش، وعشان كده بيقولوا الكميه 70 سنتي 70 سنتي، ما يزودش في الرش عن 70 سنتي. تاني حاجه لما تيجي ترش بتخفف بالميه على 100 على 200 لتر 200 لتر على 200 لتر 70 سنتي على 200 لتر 200 لتر للفدان. ولما يرش ما يعيدش تاني، ان هو دايما المحاصيل من المبيدات اللي هي ممكن تقاوم الحشائش المعمره، لو انا زودتها شويه هتاثر على النبات خالص. يعني هي رشه واحده هتعمل رش، هو بيرش رشه يا دوبك يبقى رشاشه ظهريه، ويبدا ياخد الوش ويرجع ما يعيدش تاني. بس لازم عشان لو عاد تاني هيعمل تحور في النبات ذات نفسه وهيصفر منه، وممكن يعني يتاثر جامد جدا، عشان كده رشه واحده. طب لو اصناف حساسه وهو ما يعرفش وبدا وعارف ان ارضه ديت فيها هلوك وراح جاب صنف من السوق، يبقى لازم انا ارش من مرتين لثلاثه بين الرشه ورشه 15 يوم. انا ابدا عند 45 يوم هيبقى على 60 يوم، يعني الصنف المعتمد يوفر عليا المشاكل دي كلها وثلاث رشات من كام يوم؟ اول مره على 45 يوم 45 يوم 60 يوم 75 يوم 75 يوم ده لو الصنف مش معتمد. لو الصنف مش معتمد وجابه من السوق مش عارف فيه ايه، سواء ارضه فيها هلوك، يبقى انا لو صنف جابه من السوق يبقى انا هرش الثلاث رشات. صنف جايبه وعارف ان هو محمد هتبقى رشه واحده، وفي الحاله ديت هاخد 100% من المحصول بتاعي. طيب استاذ محمد من الفيوم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس اهلا وسهلا. اهلا بيك. في انا عندي مشكلتين يا باشا. اتفضل. اول مشكله احنا عندنا الفتحه البند اللي هو لا لو راي او حاجه ثانيه الاعداد هيكلمك وخد رقمك. بشكرك استاذ طارق. مشكلتك عن الفول او استفسارك عن الفول استاذ طارق من كفر الشيخ. كل الهلوك يعني بتعملها تجربه في ارضنا يعني. ايه التجربه؟ نعم. ايه التجربه اللي انت عاملها بتقول؟ تجربه كنت برش راوند اب ستار يا دكتور. كنت بحط 3 سنتي مع كل رش السماد ومبوت فطري. طب انت بترش ليه مع السماد؟ انت عندك راي بالرش ولا راي بالتعليق؟ عشان ما يديش تاثير على الفول يا دكتور. ما انا عشان كده بقول المعدل بتاعك. انت بتروح حط 3 سنتي. كنت بحط 3 سنتي بسم الله ما شاء الله، الارض كانت مليانه هلوك سايحه. السنه اللي زرعت فيها ورشيت مع السماد ومع المبيد الفطري 3 سنتي في الملوى كل رشه كنت برشها، فبسم الله ما شاء الله كانت جايبه معايا نتيجه عاليه قوي قوي. كم مره؟ كل رشه يا دكتور كل كم مره؟ رشيت كم مره في السنه؟ كم مره تيجي من 3 لاربع مرات يا دكتور. طب ما انا بقول لك اهوت، ما انت كده كده انت الأهم حاجة الرش لو بعد 45 يوم
والهلوك خلاص مزق في النبات. ما بيجي مش هيجيب. ما بيجي الفول يظهر يا دكتور، عند لما الفول بيجي يظهر بيبدا الهلوك يطلع بدايه التزهير في الوقت ده بقى. نعم في بدايه التزهير، في بدايه التزهير يا دكتور. كل ملوى بحط عليها 3 سم في الملوى مع السماد الورقي، ان كنت برش عشرينات او مبوط فطري، من ناحيه ما باثرش على الفول ولا بيضعف الفول ولا بيهبطه معايا، ومن ناحيه بيجي بيسمم الشجره ما يخليش الهلوك يقرب منه. تمام، بشكر حضرتك. يعني تقييمك للكلام ده؟ هو خلاص هو باخد كده كده برضك بيعمل جلوسفيدات، يعني هو رواند اب من المبيدات اللي احنا بنوصي بيها ان هي برضك بتاثر على الهلوك. وعشان كده انا بقول الفدان لو بتحسب 70 سم، يعني الرشاشه لو انا عندي 10 رشاشات يعني حوالي 7 سم في الرشه الواحده للفدان. يعني هو بيحطها على كذا رشه، يعني بيرش مثلا كل اسبوع رشه او رشتين، هو بياخد برضك 7 6 سم بيحطهم. طيب بالنسبه للتسميد اخباره ايه بقى؟ اولا دلوقتي انا لازم برضك في نقطه قبل التسميد هتكلم عليها بعد اذنك، ان هي موضوع دلوقتي حشره المن. وديت من اخطر حشرات اللي بتصيب الفول، وبالذات مع ارتفاع درجه الحراره. يعني الحراره دلوقتي اليومين دول الجو سخن، لازم بقول للاخ المزارع يحاسب جدا، ولازم يبقى طبيب ارضه لو في من لازم ان يرش على طول، سواء ملاسون 150 سم لكل 100 لتر ميه، او افوكس كل 50 جرام لكل 100 لتر ميه، ولازما بدال. وتاني حاجه لازما الحواف بتاع الارض يبص عليها كويس جدا، ان هي حشره ديت سبب هجره الفول من وجه قبلي لوجه بحري، ان هي بتسبب الفيروس. ولو في اصابات فيروسيه عندك بقول لك لازما يقلعها وياخدها يحرقها، ان هي ديت بتعمل اصابه بالتلامس مع النباتات اللي حواليها، عشان ديت مهمه جدا جدا قبل التسميد لازما مقاومه. طيب الماء، عايزين سريعا التسميد لان وقتنا جه. التسميد دلوقتي بالنسبه للتسميد ان احنا بنقول الفول لو هو عمل لقاح بكتيري بحط جرعه تنشيطيه مع رايه المحياه، يعني شكاره واحده للفدان، يعني هم 15 وحده ازوت، يعني بيمثل شكاره واحده نطرات للفدان. طيب وتاني حاجه بيحط السماد البوتاسي، ودي مهم جدا عشان بيحمي النبات من الصقيع ذات نفسه. طيب. ودول مهمين جدا في الوقت ده مع رايه المحياه. تمام، انا بشكرك نورتني دكتور عزام عبد الرازق استاذ المحاصيل البقوليه بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. شكرا جزيلا. شكرا لك يا استاذ سامح، وشكرا لكم المشاهدين. مشاهدي برنامج الزراعه الان، احنا كنا بنتكلم النهارده على الطبق الرئيسي على مائده المصريين كل يوم صباحا، طبق الفول. السنه اللي فاتت زرعنا 110 الف فدان، المتوقع ان السنه دي تبقى 200 الف فدان. يا رب نقدر ان احنا نزود كمان من انتاجيه الفدان، لان احنا في ظل ظروف مغايره اول مره تحدث في العالم، كورونا تلتها أزمة اقتصادية ثم أزمات سياسية، وكل ده بيأثر على حركة التبادل التجاري. الأمن القومي الغذائي هام جدا لمصر وللمصريين في هذه المرحلة، هي مرحلة العمل. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.